توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي. الزيارة تأتي مشاهدين في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين. بهذا الخبر مشاهدينا أرحب بالأستاذة رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذة رحمة صباح الخير على حضرتك. صباح الخير أستاذ رامي، صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بيكي. وبنتابع المسارات المصرية على سبيل تهدئة الأوضاع وسريانها جميعا، يعني في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت، رصدت إزاي من أول اندلاع الأحداث إلى هذه اللحظة الجهود المصرية اللي بتبذل على الصعيد السياسي الدبلوماسي وأيضا الإنساني؟ بالضبط، يا الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة وحتى قبل اندلاع الأزمة وعلى مدار التاريخ وهي بتهتم بالقضية الفلسطينية وبتعتبرها قضية ترتيب ذات أولوية أولى للأمن القومي المصري، وده من خلال التأكيد على أهمية أو الحل الجذري للمشكلة القائم على أهمية حل الدولتين باعتباره الحل الأساسي لكافة الأزمات الأخرى. وكان الدور المصري دور كبير سواء في العمليات التفاوضية أو الوساطة أو وكذلك على مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية من مستوى القيادة السياسية العليا ووزراء وزير الخارجية المصري، وكذلك على المستوى الدولي من خلال أو مستوى القانون الدولي. خلينا نكون أدق، والقانون الدولي بيشمل شقي، سواء الجانب إخراج الاتهامات ضد السلطات الإسرائيلية، وكذلك التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات له وفتح المعابر الأساسية. وبالتالي فكان الدولة المصرية لها دور في إحداث زخم نحو القضية الفلسطينية وإحداث تغيرات عالمية في التعاطي مع القضية الفلسطينية والنظرة إلى الأسباب الأساسية للقضية، من خلال التأكيد على أهمية عدم تصفية القضية الفلسطينية والوصول إلى الحالة السفرية والوصول إلى حالة الهوية، حافة الهوية، وهي السياسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الأزمة، وكذلك التأكيد على عدم تهجير الفلسطينيين القسري، وهو كلها أمور تدخل في انتهاكات القانون الدولي. وكلها أمور برضه يا أستاذة رحمة تم التحذير منها من قبل القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى من اندلاع هذه الأزمة، فأيضا كان هناك رؤية استباقية للدولة المصرية فيما سوف يتم على الأرض، وبالفعل تم مكان يتم التحذير منه. من هنا أسألك، يعني أحب أن أنا أسأل حضرتك، بتشوف إزاي أهمية الحشد الدولي من أجل الضغط على إسرائيل، خلينا نقول بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، كيف أيضا سيتم معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من وجهة نظرك وتسلسل هذه الأحداث؟ بالضبط، هي الدولة المصرية دفعت المجتمع الدولي للاعتراف بالرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وده اللي شفناه في اعترافات الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيدها على عدم التهجير القسري، وده اللي مصر كانت بتأكد عليه مرارا وتكرارا منذ بداية الأزمة، وكذلك على الجانب الإنساني، الأمر اللي دفع الولايات المتحدة إلى تجنيد التسليح إلى الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الماضية والحديث عن هذا الأمر، وكذلك الحديث عن استخدام السلاح الأمريكي في هجمات ضد المدنيين، وبالتالي هو الأمر الذي دفعها إلى استخدام هذا القرار أو الحديث عنه. كذلك الدور المصري ساعد في اعتراف 146 دولة بالدولة الفلسطينية، وهو أمر غير مسبوق، وكان آخرها اعتراف 3 دول، النرويج وأيرلندا وأسبانيا، وهو الأمر اللي بيشجع العديد من الدول الأخرى على اتخاذ هذا المنحة، وده أمر هيدعم كمان إمكانية حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهيزيد من عملية العزلة السياسية اللي بتمارس على الدولة الإسرائيلية.
وده ده حاجه ده الامر اللي دفع السلطات الاسرائيليه بالامس اعلانها الى امكانيه فتح التفاوض للوصول الى وقف اطلاق النار او تبادل الاسرى والمحتجزين نتيجه الضغوط الخارجيه والتغير في النظره الدوليه للقضيه الفلسطينيه من ناحيه، وكذلك نتيجه الضغوط الداخليه والانقسامات داخل الحكومه ذاتها، وايضا امكانيه صدور قرار من محكمه العدل الدوليه اليوم يفيد بهذا الامر وامكانيه وقف اطلاق النار والانسحاب من الاراضي التي سيطرت عليها، وذلك ايضا نتيجه عدم قدره السلطات الاسرائيليه حتى الان على تنفيذ الهدف المعلن هو القضاء على حماس، فانا لم استطع حتى الان بل على العكس، فهناك هجمات متبادله بين الطرفين وهناك سقوط العديد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر اللي أثار الداخل الإسرائيلي مرة أخرى وأثار المزيد من الانتخابات والمظاهرات. يعني التخبطات اللي بنشهدها من قبل قوات الاحتلال وحكومة الحرب اللي موجودة برئاسة نتنياهو، إن شايفين دلوقتي إن الاحتلال بيعمل على تضليل الرأي العام الإسرائيلي الداخلي وأيضا الرأي العام العالمي للتعتيم على فكرة ضعف وفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. بالضبط، هو ده هي السياسه الاسرائيليه، هي سياسه لي الحقائق واتخاذ اجراءات دعائيه والدعائيه بتحاول التنصل فيها من مسؤوليتها الاساسيه مسؤوليتها كدوله احتلال في الحفاظ على حياه المدنيين داخل الدوله الفلسطينيه من ناحيه، وكذلك تحقيق اهدافها العسكريه المعلنه، وهو امر غير محقق حتى الان، وده الامر اللي دفع وزير الدفاع مؤخرا الى التصعيد باستخدام أسلحة أخرى جديدة في محاولة لكسب الأرض ومكسب مزيد من الانتصارات العسكرية على الأرض، وهو أمر غير محقق نتيجة عدم قدرته، وده الأمر حذرت منه مصر أيضا، وكذلك بيحاول الجانب الإسرائيلي توسيع عملياته سواء بالحديث عن إمكانية اجتياح جنوب لبنان، الحديث عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، توسع رقعة الصراع اللي برضو حذرت منها الدولة المصرية. بالضبط، ده كمان بجانب الصراع اللي كان بين إسرائيل وإيران نتيجة ضرب السفارة الإيرانية في سوريا، فشهدنا هجمات متبادلة بين الطرفين، شهدنا أيضا بعض الهجمات من الانفصال العراقية على الداخل الإسرائيلي، شهدنا هجمات من الحوثيين على الأمن على البحر الأحمر، وهو أمر بيهدد ممر التجارة العالمي، فبالتالي فاستمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية أمر لن يؤدي إلا مزيد من توسيع الصراع، وده الأمر فعلا اللي مصر أكدت عليه وأوضحته منذ اليوم الأول للصراع، وأكدت عليه مرارا وتكرارا وعلى تأثيره ليس فقط على الجانب الإسرائيلي ولكن أيضا على العالم والمجتمع الدولي ككل، وهو الأمر اللي أثر أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل باعتبارها أكثر السفن التي تم استهدافها في البحر الأحمر. نعم بالتأكيد. عايز أرجع مع حضرتك تاني للداخل الإسرائيلي ونتابع ونرصد لحظة بلحظة ما يتم من تصريحات وأخبار متداولة في الإعلام العبري عن انقسامات، عن تبادل اتهامات بين القيادات المختلفة هناك، فأحب أن أنا أسأل حضرتك في هذه الجزئية ودلالة تزايد هذه الانقسامات داخل إسرائيل وأثرها على حكومة نتنياهو من وجهة نظرك وقرايتك طبعا لفكرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي. بالفعل هناك انقسام داخلي في الحكومة الإسرائيلية، وهناك بعض القيادات التي تستخدم الخطاب الدعائي في محاولة لكذب الداخل الإسرائيلي، سواء بالحديث عن اليوم التالي للحرب، سواء بإدارة غزة مدنيا أو عسكريا، وهو الأمر الذي أثار انقسام خلال الفترات الماضية، ولكن الجميع بيؤكد على أهمية أو ضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية، ولكن لابد من وجود خطة للوصول أو لاستكمال هذه العملية، وهو الأمر الذي غير موجود حتى الآن، حتى في مقابلة جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لم يتم الإعلان عن وجود خطة بين الطرفين، وكان هناك حديث عن أهمية التفاوض في محاولة للملمة الأمر ومحاولة الوصول إلى حل للوضع الحالي الذي لا ينذر بوجود نهاية نوعا ما،
سواء بقدرة السلطات الإسرائيلية على تحقيق الانتصار على الأرض وهو أمر غير محقق أو الوصول إلى عملية التفاوض وهو الأمر اللي بدأت فيه إسرائيل نتيجة الضغوط الدولية ونتيجة الانقسامات الداخلية. فهناك تظاهرات تدعو بإمكانية تبكير الانتخابات وتغيير الحكومة، كل هذه الأمور قد تثير القلق تجاه الحكومة الإسرائيلية من جانب الحكومة الإسرائيلية. كذلك هناك تخوف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إصالة بعض القضايا ضده الداخلية، ولكن مع استمراره في الحرب قد تثار القضايا الخارجية، وهو الأمر الذي قد يصدر بمذكرة توقيف من الجنائية الدولية، وهو بالرغم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنها ستضرب مواثيق القوانين الدولية وأنها ستقف أمام هذه القرارات، إلا أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى مزيد من العزلة، التقويض حركة السلطات الإسرائيلية، خاصة لا. أنها تستهدف أكبر رأسين في الحكومة الإسرائيلية وهي وزير الدفاع ورئيس الوزراء. كذلك إمكانية إصدار قرار من محكمة العدل الدولية قد تدفع العديد من الدول اليوم إلى الدفع بفكرة حل الدولتين مرة أخرى وتنفيذ هذا القرار ووقف إطلاق النار، وسواء وقف إطلاق النار بشكل مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية التي تهددها الجانب الإسرائيلي. يعني استكمالا لحديث حضرتك وسامحيني على المقاطعة أستاذة رحمة، يعني كلما طال أصبحنا نعي جميعا، العالم الآن يعي تماما بأنه كلما طال أمد الأزمة والحرب الإبادية اللي بتتم في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال كلما طال بقاء نتنياهو وحكومته في المناصب الإسرائيلية. عايز أروح لحضرتك لجزئية أخرى في سياق حديثنا أيضا وتفسيرك لمحاولة البعض يعني من الإساءة للدور المصري خلال الأزمة، رغم الجهود اللي بيتم بذلها وفق سياسة مصر اللي دايما بتتسم بالوضوح والشفافية، وأن ما يقال أمام الشاشات هو ما يقال أيضا في الغرف المغلقة. مصر أعلنت موقفها بشكل واضح وأعلنت ردها أيضا بشكل واضح وصريح وقوي للإدعاءات اللي قامت بها الجانب الإسرائيلي، قام بها الإعلام الأمريكي والإسرائيلي على مدار الأزمة، وده أمر دايما بتقوم به الجانب الإسرائيلي في حالة الاتهامات وفي حالة سقوطها الخارجي، سقوط صورتها الخارجية بشكل كبير، فبتحاول التنصل من مسؤوليتها وإلقاء التهم جزافا على دول أخرى. لكن الموقف المصري الكبير ده حصل في ثلاث مواقف فعليا. أول موقف متعلق بتقديم بالإدعاء بأن مصر هي المسؤولة عن دخول المساعدات من خلال معبر رفح، وده الأمر أكدته اللي نفته وزارة الخارجية المصرية وأكدت على أنها لن تتعاون مع الجانب الإسرائيلي لأنها لن تضمن دخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، والعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح قد تهدد هذه الشحنات وشحنات المساعدات، وبالتالي طلبت بوجود جانب فلسطيني لإدخال المساعدات إلى القطاع لضمان وصولها بشكل كامل وبشكل سليم حتى يتم تخريبها، وهو الأمر فعلا اللي حصل في الممر البحري. فكان هناك عملية تخريب كبيرة وقصفوا مخازن بها عدد كبير مئات الألاف من الأطنان يعني في من المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة. خليني برضو أروح مع حضرتك في هذه الجزئية ولسه بنتكلم عن التصعيد الإسرائيلي والسيناريو المتوقع يعني نتيجته سواء في الداخل الإسرائيلي وأيضا على المستوى الدولي، كيف تقرأين الخطوات القادمة أو السيناريوهات المرتقبة إن صح التعبير؟ أعتقد أن إسرائيل هتستمر في عملياتها العسكرية في رفح وعملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية بالتوازي مع دخولها في التفاوض الذي أعلن عنه رئيس وزراء إسرائيل بالأمس، وجود فريق للتفاوض في محاولة لامتصاص الداخل، لامتصاص الغضب الداخلي نتيجة المطالبة بضرورة إطلاق سراح الأسرى، خاصة أننا رأينا على مدار الأيام الماضية وجود عديد من القتلى في صفوف المحتجزين نتيجة الضربات التي تقوم بها إسرائيل وعدم وجود مستشفيات تعمل في قطاع غزة، وبالتالي فإن عملية التفاوض ستكون جنبا إلى جنب مع العمليات العسكرية تقوم بها السلطات الإسرائيلية. كمان هيكون مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل في بمحاولة لقبول وقف إطلاق نار على مراحله الثلاث التي أعلن عنها عملية التفاوض السابقة.
وبالتزامن برضه هيكون موجود في مواصله من جانب قوات الاحتلال في نشر الاكاذيب والادعاءات ورمي التهم كما يفعلون دائما. استاذه رحمه حسن الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، بشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معانا في هذه التغطيه.